وثبت أن ما فيه ديمقراطية هناك، بل هناك دكتاتورية لا تختلف أبدا عن دكتاتورية هتلر أو نابليون أو موسوليني أو جنكيز خان أو اسكندر إلى آخر الطغاة. بأمر رئاسي يقال هكذا في عهد ريغن المجنون، يقال بأمر رئاسي أصدر الرئيس الأمريكي ريغن أمر رئاسي بالحرب على ليبيا مثلا، أمر رئاسي بمحاصرة ليبيا، أمر رئاسي بمقاطعة ليبيا، أمر رئاسي بعمل كذا كذا. هل هذه ليست دكتاتورية؟ هذه ديمقراطية. الآن انتخابات أمريكية، طلع مواطن أسود أصله من كينيا أفريقي ومسلم وكان يدرس في مدرسة إسلامية في إندونيسيا، اسمه أوباما، والناس كلهم صفقوا لهذه الشخصية في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي وفي أفريقيا، واستبشروا بخير وصفقوا له وصلوا من أجله ودعوا له بالنجاح، وربما يكونوا قد دخلوا حتى في حملات التبرع الشرعية لتمكينه من الفوز في رئاسة أمريكا. لكن فوجينا بأن أخانا وشقيقنا الأفريقي الكيني الأمريكي الجنسية يطلع بتصريحات صدمت كل مؤيديه في العالم العربي وفي أفريقيا وفي العالم الإسلامي. نحن نتمنى وربما تكون هكذا، إن هي مجرد زي ما يقولوا في مصر كوزيون انتخابي، هذه مناسبة انتخابية، إن كذبة انتخابية باش تعرف من مهزلة الانتخابات، إن الواحد يكذب على الناس لكي يعطوه أصواته، وبعد يأتي التطبيق وينجح يقولون لا هو أنت وعدت بكذا بكذا، يقول لا هذه دعاية انتخابية. شوف مهزلة، هذه ديمقراطية، لا هذه دعاية انتخابية، فاكرينها قد لكنها مضبوط، نضحك عليكم يعني باخذ أصواتكم. إن شاء الله هي تكون هكذا مجرد دعاية انتخابية. لكن كونك هو يقول إن القدس سأعملها عاصمة إلى الأبد للإسرائيليين، هذا يدل على أنه هو أن أخانا أوباما يجهل السياسة الدولية وما هوش مطلع على ملف الصراع في الشرق الأوسط. كنا نعتقد أنه يقول أنا قررت إذا نجحت سوف أفتش مفاعل ديمونة لأتأكد من القنابل الذرية ومن الأسلحة الدمار الشامل الأخرى عند الإسرائيليين، نبغى نتأكد منها ويدير قرار مثل هذا. لكن لابد أنه عندما فكر في هذا، لابد أنه فكر عندما كان يتكلم عن إيران برنامجه النووي، لابد أن تكون أمام ديمونة بكل تأكيد. لكن لما تكون قدام ديمونة لابد أن يكون قدامه مصير سلفه كندي الذي قرر أن يفتش مفاعل ديمونة وأصر على تفتيشه ليتأكد من أنه يصنع أسلحة ذرية وإلا لا، ورفض الإسرائيليون، وأخيرا أصر هو على التفتيش. كان المخرج من هذه الأزمة هو استقالة بن غوريون، استقال حتى لا يوافق على تفتيش مفاعل ديمونة، وأعطى الضوء الأخضر بقتل كندي، وهكذا قتل كندي بسبب مفاعل ديمونة وصراره على تفتيشه، قتل كندي. لابد أن أوباما أمام هذه الصورة، وبالتالي لابد أنه كان يريد أن يتكلم على هذا ولكنه يتراجع. كنا نتوقع منه أن يقول أني سأطبق إذا نجحت فكرة الدولة الواحدة إسراطين الموجودة في الكتاب الأبيض للقذافي، أن هذه الفكرة هي الفكرة اللي فيها الحل الجذري والتاريخي والنهائي.
وأنه مستحيل إقامة دولتين قزميتين في هذه المنطقة. أي دولة عمق 15 كيلومتر؟ ما يسمى بإسرائيل لأن عمق 15 كيلومتر، أي دولة هذه؟ أمام 5 ملايين من الفلسطينيين. كنا نتوقع أن يقول ملايين اللاجئين الفلسطينيين قررت أن أرجعهم لأرض فلسطين التي طردوا منها عام 48 وعام 67. هذا هو التغيير الذي تصفق له الشعوب ويده الشعب الأمريكي والشعب الأسود في أمريكا. كنا نعتقد أن يقول أني أعمل من أجل استقلال الأمة الكردية وتوحيدها، ولا بد أن تحتل في الشرق الأدنى مكانة تحت الشمس وفوق الأرض الأمة الكردية الممزقة المعذبة المضطهدة المستعمرة من الكل. كان يجب يقف إلى جانبها، لا يقف مع العملاء ويضحي بمصير الأمة الكردية. هذا التغيير. والخوف، كل الخوف هو ان هذا الكلام في وقت اقول ان الاسود يشعر بالنقص، عقدة النقص، هذا شيء خطير. اذا كان اخونا اوباما شعر بانه هو اسود وانه ليس له الحق في ان يحكم امريكا، هذه المصيبة الكبيرة، لان هذا الشعور خطير جدا، يجعله يتصرف ابيض اكثر من البيض ويبالغ في اضطهاد السود واحتقاره. نحن نقول له يا أخي الأسود والأبيض في أمريكا متساويين، كلهم مهاجرين، أمريكا ليست للبيض ولا حتى ولا للسود، أمريكا للهنود الحمر سكانها الأصليين، جاء الأبيض وجاء الأسود. إذن الأبيض والأسود في أمريكا متساويين، ومن حق أوباما أن يرفع رأسه ويقول أنا شريك في أمريكا، أمريكا أرضي مثل ما أرضكم أنتم، إذا كان ما يش أرضكم ما يش أرضي حتى أنتم ليست أرضكم، أرض الهنود الحمر، أنتم مهاجرون نحن مهاجرون. لكن ما زلنا احنا نعمل ان الاسود هذا يكون معتز بافريقيته وباسلامه وبعقيدته وانه صاحب حق في امريكا وان يغير امريكا من الشر الى الخير وان تقيم العلاقات اللي تخدم امريكا مع الشعوب الاخرى خاصه مع العرب.